فرادو استقبل أولمبي المندية بطموحات متباينة، وتحت إدارة الحكم نسيب الباكا أرادت الفوز داخل الديار، ولوام أرادت التدارك خارج الديار. بهذه المعطيات إذن بدأت المباراة، والفرصة الأولى كانت من جانب الأولمبي، إلا أن طروري لم يحسن التعامل مع هذه الكرة. بارادو رد سريعا لكن دون جدوى ليرتفع رتم المباراة رويدا رويدا، وهذه المرة بن عياد يجرب فطنة الحارس شيكر. الباك كعادتها عادت وأمتعت الحضور بتمريرات قصيرة ومنسقة، وطالب رفقاء بن عياد بضربة جزاء. أصحاب الديار وصلوا الضغط هذه المرة عن طريق كرة طويلة لم يحسن استغلالها بوحبطة. سعيد حموش طالب لاعبيه بالتقدم إلى الهجوم، فكان لهم ذلك بمحاولة جميلة، لكن تسديدة سامير لم تأتي بالجديد. نادي بارادو لم يتسرع وسارع إلى الهجوم، وفي لقطة ثلاثية جميلة نعيجي يفتتح باب التسجيل في الدقيقة 25. الأولمبي حاول أن يجد الحل في الكرات الطويلة، وطالب رفقاء مطراني بضربة جزاء. الأولمبي لم يستسلم وحاول مرة أخرى، وطالب بلمسة يد أو ضربة جزاء، وحاول عن طريق التسديد من خارج منطقة العمليات، ليكون الرد عن طريق بوزوك بعدما استلم الكرة من أقصى اليمين، لكن الحارس شيكر كان بالمرصاد. في الشوط الثاني غير الأولمبي الأقمصة وأراد أن يغير النتيجة، لكن آلة بارادو عادت من جديد للدوران. نعيجي يمرر إلى بن عياد بدوره إلى مليكشي، وجها لوجه مع الحارس شيكر، والكرة إلى ركنية. دقيقتان بعدها بن عياد وبعمل فردي يمرر الكرة على طبق ليسكنها شريطية في نهاية المطاف في شباك الأولمبي. إنه الهدف الثاني لأتلتيك بارادو. الأولمبي لم يجد الحلول في الكرات الثابتة ولا في الكرات الطويلة التي لم تغير في النتيجة، إلى غاية الدقيقة 70 أين أخطأ الحارس شيكر في تعامل مع كرة ميتة. نعيجي كان هنا فسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه. البديل حفيد أراد أن يقلص النتيجة فلم يتسنى له ذلك، والباك أرادت أن تضيف هدفا رابعا في محاولات عدة، لكن اللقاء انتهى بثلاثة أهداف نظيفة لأتلتيك بارادو دون رد من أولمبي المندية.